ندفت اللي كان نفس الامور بالنسبه له اصابه طويله رجع ويشارك في التدريبات الجماعيه، متولي كمان بيشارك، الامور كلها جيده. طيب خلينا نرجع للكابتن سمير كمونه. يا كابتن سمير مساء الخير. الو، يا كابتن سمير ازيك؟ ازيك يا ميرو؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ منور يا حبيبي. انت اللي منورنا طبعا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، بيتك بكل تاكيد. و طبعا مباراة مهمة يا كابتن سمير، مباراة يوم السبت، الأهلي والترجي، بتشوف المباراة دي إزاي؟ ومن وجهة نظرك الفنية، إيه المطلوب من فريق النادي الأهلي بخصوص التعامل مع مباراة الإياب تحديدا، وبالتحديد كمان بعد النتيجة الإيجابية في المباراة الأولى يا كابتن سمير؟ الحقيقة طبعا أداء هايل من لعيبة النادي الأهلي، نقول نص مبروك، يعني نص المباراة بنقولها نص مبروك، تمام. فاضل النص الثاني اللي هو هيبقى في القاهره ان شاء الله. نتمنى النادي الاهلي يعدي بنتيجه مرضيه طبعا وترضي جماهير النادي الاهلي ودينا احنا كمحبين النادي الاهلي. النادي الاهلي يكسب يعني ان شاء الله، وده هو قادر ان هو يكسب، لانه دلوقتي يمتلك لعيبه مميزين جدا، في تجانس، في رؤيه، عنده لعيبه مبدعه في الملعب، عنده لعيبه ويقدر ان هو يكسب اي حد. وبالفعل حصل مباراه الذهاب، كسب فرقه الترجي، فرقه محترمه، فرقه بطولات برضو ليها كل الاحترام والتقدير وليها نجومها ولاعيبه دوليين، لكن النادي الاهلي كان ليه الافضليه المباراه الاولى، وقدر ان هو يسيطر على معظم المباراه، وكان فرض شخصيته، شخصيه لعيبه النادي الاهلي ظهرت بقى في المواقف الصعبه اللي هي بالظبط بيقولوا عليها، يعني او انا بسميها على طول روح السلنه الحمراء، او تمام، أو أو, او 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 حبك للنادي الاهلي لما بيكون محتاجك في موقف صعب قوي بتلاقيه ظهرت عليك في الامور الفنيه. طبعا موسيماني ادار المباراه بشكل جيد جدا، وقدر ان هو يوظف لعيبته من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، واللعيبه كمان طبقت اللي موسيماني يعني طلبت من موسيماني في المحاضره وتحضير المباراه، اللعيبه طبقته بطريقه ممتازه قدام لعيبه تقيله وقدام لعيبه محترمه خارج الملعب في رادس، ورادس مش حلو علينا على طول، انما مباراه كانت هايله، ومن حيث طبعا الاستحواذ والضغط والعامل البدني كان كويس جدا، ولعيبه النادي الاهلي قدرت ان هي توصل للجون مره واثنين ثلاثه، وكانت ممكن تكسب اثنين ثلاثه كمان، لكن برضو الحظ ما كانش موجود بهدف محمد الشريف. النادي الاهلي اطمئن، يعني ايه، في طمانينه شويه، يعني ايه، نقدر نقول لحد المباراه الثانيه تمام ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نعمل حاجه كويسه بنفس الروح اللي لعبنا بيها بره، نلعب بنفس الروح على ملعبنا واكثر كمان مع الدوافع الهجوميه والدوافع بتاعت اللعيبه ان هي تقدر تكسب فريق الترجي هنا كمان، يبقى الموضوع يبقى شكله حلو قوي باذن ونبارك بقى للنادي الاهلي العشره بقى على يا رب تيشيرت الكابتن خطيب، يعني يا رب يا رب باذن الله الاهلي يكون موفق يا كابتن سمير. لكن بالتالي اكيد مباراه الاياب تبقى مباراه صعبه حتى لو الاهلي ليه افضليه في المباراه الاولى، تتفق معايا يا كابتن سمير؟ بس برافو عليك، يعني طبعا انت عارف ان الكره دي غداره، طبعا طبعا اياكم والغرور والاستهتار، انا بكلم اخواتي طبعا، يعني اكيد الكلام ده كان بيتقلم من اصحابي وبيتقلم من النجوم الكبار اللي اكبر مني لما كنت في مباراه حاسمه. اياك من الغرور والتهاون، ولازم تحترم الخصم اكيد، واحنا بنحترمهم اكيد مليون المية طبعا، انما اول 45 دقيقه رقم واحد مفيش حاجه تيجي فيا، يعني صح زي ما بنقول مدافعين لازم يكون في تماسك وفي ربط ما بينهم وبين الشناوي، ويكون في هدوء على ال 18 وهدوء جوه ال 18، ونلعب مع الفراوده مان تو مان والكورنر والكلام ده كله، دي مسؤوليه المدافعين مع محمد الشناوي، ان احنا مش عايزين نتضغط من اول المباراه بالظبط. دي بالنسبه لاول 45 دقيقه، 45 دقيقه ثانيه بخبره لعيبه النادي الاهلي ممكن يعني لو ما سجلناش الشوط الاول نسجل الشوط الثاني، ان انت تريح نفسك خالص، يبقى الهدف اللي هيجي هيقتل المباراه. هتهم فرقه الترجي، مش هيقدروا ان هم يهاجموا، هيبقى فقدوا الامل، الكلام ده كله، انما انا عارف نوعيه لعيبه النادي الاهلي على مر الاجيال ومر التاريخ، فكل لما بيكونوا محتاجين مباراه مصيريه بيكونوا نازلين مركزين كويس قوي وبيلعبوا برجوله جامده جدا. ده اللي انا واثق منه يعني. بالظبط. وانت معايا على الهاتف يا كابتن سمير، في هذه اللحظات بنعرض لقطات لحظات وصول فريق الترجي او البعثه بالكامل لمطار القاهره الدولي قبل 48 ساعه من انطلاق اللقاء، وعشان يستعدوا استعداداتهم الاخيره لهذه المباراه. بالتالي يا كابتن سمير عايز يعني ايه نتكلم شويه على الجوانب الفنيه بخصوص
الاهلي والشكل اللي متوقع من خلال وجهه نظرك تحديدا اللي ممكن يبتدي بيه موسيماني، مع وضع في الاعتبار ان انت في المباراه الاولى ليك الافضليه، انت كسبان قبل الماتش الثاني ده كسبان 1-0، هتتعامل ازاي؟ هل هتنزل تحاول يكون في بعض التحفظ شويه، تحاول تحافظ على النتيجه، ولا انت هتنزل تهاجم، تنزل تحاول ان انت تحسم الامور بشكل مبكر او على مدار احداث المباراه على حسب ظروف المباراه نفسها؟ ايه الاقرب وايه الافضل وايه المطلوب من مستر بيتسو موسيماني تحديدا يا كابتن سمير؟ هو طبعا موسيماني الفتره اللي فاتت متالق على نفسه مع فرقه النادي الاهلي، وبيقدر يحط خططه او طريقه اللعب اللي تتناسب مع المنافس او الفرقه اللي هيلاعبها وقوتها. بيقدر يحط تشكيل وطريقه اللعب، ساعات بيلعب 4-3-3، ساعات بيلعب 4-2-3-1، ساعات بيلعب 4-4-2. فهو المباراه الاولى كان عايز يلعب بثلاثه في نص الملعب ظل وجود حمدي فتحي وديانج والسوليه. بالظبط. هنا ممكن الامور تختلف شويه. بمعنى ان هو ممكن يلعب ب 4-2-3-1. صعبان عليا ان انا اقول حمدي فتحي يقعد ان هو نجم. طبعا. يثق على نفسه مع النادي الاهلي وحاجه، يعني بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله عليه. لعيب كبير جدا. طبعا. حاجه يعني طبعًا. عايز اقول لك حسام غالي تاني، حسني عبد ربه تاني. بالظبط. هو جاي كده فاهم؟ هو من الستايلات دي. ربنا يوفقه يعني ويوفق الجميع. انما موسيماني لو استغنى عن حمدي فتحي طريقه 4-2-3-1 هيلاعب قفشه ناحيه اليمين كوينج يمين، زي مباراه بيتا كلاب بره لما خسرناها. بالظبط. وقفشه احرز هدف. بالظبط. ما اعتقد يعني. احرز فعلا الهدف الثاني تحديدا، يعني كسبنا 3-0. بالظبط. كان بيلعب وينج يمين كان حسين الشحات، وقدر موسيماني ان هو يلعبه هنا عشان يضغط كويس جدا، وبيعرف يخطف الكوره، وعنده لعيب عنده حلول، بيعرف يتحرك من ورا الخطوط كويس جدا، وبيشوط كويس، وبيعمل بليسنج، وبيعمل اسيست، يعني لعيب عارف مطلوب. قفشه ده هو دلوقتي نجم الشباك بتاع النادي الاهلي. فهو لازم يبقى موجود، ما ينفعش ماتش تقيل زي كده كله فنيات وكله كوره، ما ينفعش واحد زي قفشه ما يكونش موجود. يعني على حساب مين؟ ما اعرفش. انما انا بقول لك قفشه بس مهم يكون موجود في الملعب. طبعا. طبعا. النادي الاهلي بحلوله الهجوميه وحلوله الفنيه في الثلث الهجومي بتاعه، في الثلاثي او الرباعي الهجومي بتاع النادي الاهلي طول ال 90 دقيقه، قفشه لو موجود النادي الاهلي بيبقى ليه شكل حلو قوي. وانما موسيماني بقول طبعا انا من وجهه نظر يعني المتواضعه ان هو يلعب جيم عادي جدا، يعني احنا النادي الاهلي. معين الشعباني اتكلم في الجرايد التونسيه امبارح والاعلام التونسي امبارح، بيقول لك انا رايح اكسب الاهلي هناك. بالظبط. 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 ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. كابتن سمير انا بشكرك شكرا جزيلا.